كيف بتقرأ اللي صار؟ مثل ما قريته أنت زياد، مثل ما قريته وشرحته عن القمر. معك حق، ميسم عبود هلأ لازم تبعد عن الأنظار. مبسوط بالشغل عند قمر؟ الله يخلي اللي شغلني عند قمر. يلي شغلك عندها أو شغلك فيها أو شو حضرة الرائد؟ أو شغلت فيك أنا؟ هيدي قمر هيدي، لما كان الصبا رسمها كانت تركي عرجال. الصبا رسمها، شو هالتعبير الحلو هيدا؟ حلي أيامك، قلي انغرمت فيك أو بعد؟ سألها حضرة الرائد. يعني كسبت ثقتها؟ مرة على الخط المستقيم، بتفشخ بالحكي بس بالفعل ولا أطيب. مرة خطيرة من برا وقلب طفل من جوا. الهيئة أنت انغرمت فيها كمان. مش ناوي أخدعها زياد، المرة بتستاهل كل خير. لما فت على حياتها هي وميسم عرفت مدى الصداقة اللي بتجمعهم وتذكرت حكيك. ما زهقت من التقاعد المبكر يا حضرة الرائد، حتى لو انصبت، هيدا ما بيعني انك تاخذ قرار بالتقاعد. من جهتي زياد ما كان بدي اتقاعد، بس الإصابة اللي أكلتها بالمهمة اللي أنت بتعرفها خلتهم هن بالسلك يحيلوني على التقاعد. رقوك وقعدوك؟ مع إني حاسس حالي مثل الحصان بأول عمري. وقادر تركض وتسابق وتربح؟ بالضبط. ما حنيت ترجع لشغل الأكشن؟ أكشن؟ أي أكشن؟ يعني الإثارة، الحركة، الأدرينالين، هيدول القصص. مين هون؟